احنا كنا ثلاث يعني، عندك الهند، ارجنتين، البرازيل. احنا بدأنا قبلهم في الهندسة الوراثية. الهند، البرازيل، الارجنتين حققوا اكتفاء ذاتي من غذائهم، رغم انه الهند مليار و200 مليون، باقي الدول اللي اتكلمنا عنها خلي بالك حققت وصدرت، وخصوصا في الذرة. احنا بادئين قبلهم في الهندسة الوراثية. الهندسة الوراثية نهضت فعلا في مصر، وفي ابحاث كويسة جدا وعلماء افاضل لكن متعطلة. ايه السبب حضرتك في تعطيل الهندسة الوراثية؟ هو انا اقول لسيادتك حاجة، اما نيجي تبص للهندسة الوراثية على مستوى العالم، في دول رافضة وفي دول قابلة على مستوى العالم. ليه؟ لأن الهندسة الوراثية الدول الرافضة قالت إن هو بيسبب كانسر بس على المدى البعيد، يعني على 20 سنة. وفي دول تاني أثبتت قالت لأ، إن هو ما بيسببش كانسر. من مدة حوالي 10 سنين على ما أعتقد، كنت أنا كان عاوزين يستوردوا ذرة، ورحنا واتعمل في الشركة، شركة خاص مهندس وراثيا من جنوب افريقيا، ورحنا عملنا تجربة في الغربية، وعملوا عزل وعملوا تجربة على اساس ان المنتج ده ياكلوه للمواشي ويحللوا اللبن ويحللوا الكلام ده. فالتجربة ديت قالت ان ما فيش اثر له، ولجنة الامان النووي، الامان الحيوي، صرحت باستيراد هذا الدور. لما جم استوردوه احد العلماء في مصر طلع وقال لا، ده هيسبب السرطان، وجاب شواهد وجاب الكلام ده. فلغيت الان الدول العالم مختلفة في الكلام ده، وان كان بينتج في الولايات المتحدة، بينتج في كثير من دول العالم، وبيصدر للدول النامية، ومصدر في صورة أغذية. ماشي، فده الله. والمستقبل إن شاء ربنا هيبقى برضك للهندسة الوراثية، بس عاوزة لجان مظبوطة، عاوزة يتاخد قرار صح، إحنا مع الهندسة الوراثية ولا ضد الهندسة الوراثية. حتى إحنا كنا طلبنا إن القطن مثلا مهندس وراثي. طب ده يعني ايه؟ ما ممكن يهندس وراثيا ونوفر كتير من المبيدات والى اخره، وهيدي انتاجيه كويسه جدا. طلع بعض الناس قال لهم ده الملابس او القطن فيها يعمل حساسيه على جسم الانسان. فانت عارف اما تطلع على وسائل الاعلام وتقول ان ده بيضر، فالاسلم بدل ما ندرس الموضوع ونقول لا ده ما بيضرش لسما، لا الاسلم تعمل ايه؟ تقفل الباب اللي بيجي لك منه الريح. لا ما اقفلش، المفروض ده يعني ده المتبع. يعني احنا وخصوصا الفتره اللي فاتت ديت كانت فتره وسائل الاعلام، فتره كل واحد عاوز بيتكلم الفتايين اللي بنقول عليهم. فعشان نعمل صح لابد يتعمل لجنه من العلماء اللي هم سواء موافقين وسواء معترضين، ويقعدوا مع بعض في هذا التخصص ويطلعوا لنا بقرار، اما ان احنا نمشي مع الهندسه الوراثيه او نبقى ضد الهندسه الوراثيه، كلهم مع بعض وكلهم يجيبوا اثباتات ويقعدوا يجتمعوا الاثنين المعارض والمؤيد، بحيث يبقى احنا نطلع قرار من مصر ونسمح بالهندسه الوراثيه او باستنباط الاصناف